سلام حبيباتي، معك النادية. رجعت لكم فيديو جديد. مين منا ما بيصير بحياته مواقف او خطأ ما، بس اكيد من موقف لموقف او من غلط بيختلف. في مثل بيقول مسامح كريم، وكل شخص بيستاهل نعطيه فرصة تانية، بس للأسف في بعض اشخاص ما بيستاهلوا ولا فرصة. طيب ليش؟ لانه معروف دائما لما نعطي هدول الاشخاص فرصة تانية ما بيقدروا ابدا نعمة الفرصة اللي عطيناهم اياها، بالعكس رح يرجعوا يغلطوا معك نفس الغلطة دائما، لانه بصراحة رح يخزلوا ورح تقع انت كمان بنفس الغلط. والسبب الاساسي والاهم هو قلبك الطيب الحنون اللي دائما عم تسامح هدول العالم ودائما عم تعطيهم فرصة تانية. ودائما مسامحتك مع هدول الاشخاص اللي بيغلطوا معك وانت عم تسامحهم وتعطيهم فرصة تانية، اكيد يوم ورا يوم رح تدعم مع هدول الاشخاص، بالعكس اعطيهم كرت احمر قلن مع السلامة. وخلينا نبلش مع بعض شو ان الصفات السلبية موجودة بالانسان وما بيستحقوا ابدا نعطيهم فرصة تانية. اول شخص ما يستحق ابدا نعطيه فرصة تانية بحياتنا هو الشخص اللي تركك بدون سبب. مثلا كنت مع علاقة شخص ما، هون مو بس بقصد علاقة الحب، بالعكس كل انواع العلاقات، علاقة الحب، علاقة الصداقة، مثلا يكون بحياتي رفيقتي مقربة، وكمان علاقاتنا مع اهلنا، بنت خالتي، بنت عمتي، المهم كل انواع العلاقات الموجودة بالمجتمع. اذا سامحتن وعطيتن فرصة تانية كيف تركوك وتخلوا عنك اول مرة، رح يتخلوا عنك تاني مرة والف مرة كمان. المعاتبة، هاي الصفة موجودة بكلياتنا. مثلا صار موقف او مشكلة بينك وبين شخص ما، لا تعاتبه ابدا، لانه لما تعاتب الشخص اكيد رح يدافع عن حاله ويدافع كمان عن موقفه. انا شخصيا ما بعاتب حدا، لانه بعرف اذا الشخص ما حس على غلطه قد ما عاتبته رح يدافع عن موقفه. الخيانة، بيخرب ثقة بالمجتمع وكمان بيهدم العلاقة بين أفراد العيلة. الخيانة هي أهم عامل سلبي موجود بحياة الإنسان، مثلا الحبيب يخون حبيبته أو بالعكس، أو الزوج يخون زوجته، وكمان مثلا بالعكس الزوجة تخون زوجها. الأنانية أو المصلحة، الأنانية كمان من أهم صفات السلبية موجودة بالإنسان. لما يكون شخص أناني بس يفكر بنفسه بس، وكمان مصلحته، مثلا عندك أموال أو عم تشتغل بوظيفة ما، وبعد ما هذا الشخص خلص مصلحته معك رح يتركك. بصراحة أنا بحط الإنسان يكون أناني أو الإنسان بيمشي ورا مصلحته بنفس الكف الميزان. الكذاب، هذا الشخص ما يستحق أبدا نعطيه فرصة تانية بحياتنا، لأنه ما فيك تاخذ منه لا حق ولا باطل، لأنه الكذب بيمشي بعروقه بدمه. الغبي، هو الشخص ما فينا نعطيه أبدا فرصة تانية، لأنه إذا سامحته وعطيته فرصة تانية رح يغلط تاني مرة وثالث مرة وألف مرة كمان، لأنه بصراحة يكون عقله هيك صغير ومحدود. الشخص الذكي، مستحيل نعطيه فرصة تانية، لأنه هذا الشخص بيعرف صح من الغلط، وكمان لما بيغلط معك بيعرف تماما هو غلطان بحقك، للأسف ما فينا سامحه. حبيباتي، هدول بعض الصفات السلبية موجودة بالأشخاص اللي ما فينا لا نسامحهم ولا نعطيهم فرصة تانية كمان من حياتنا. بصراحة قبل ما بعمل هذا الفيديو طرحت فكرة هذا الموضوع على أكثر من مواقع التواصل الاجتماعي مشان أشوف كمان آراء بعض العالم، وكان نسبة قوية، رح أقرأ بعض منها، كان نسبة قوية على خيانة، كذب، وكمان المصلحة والأنانية. بتمنى تحطوا لي كمان بالكومنتات شو هن الصفات السلبية الثانية اللي ما ذكرتها بالفيديو موجودة بالأشخاص وما فينا أبدا نسامحهم. حبيباتي، وصلت لنهاية هذا الفيديو. الحياة كتير حلوة لما نتعامل مع أشخاص بيقدروا قيمتنا، وكمان نتعامل مع بعض بكل حب وحنان بدون مصلحة أو أنانية. إذا كنتوا جدا بتمنى تشتركوا بقناتي وكمان تضغطوا جرس الإنذارات اللي تحت مشان يصلكم كل جديد عم نزله أول بأول. وإذا تحبوا تكتبوا بالكومنتات كمان المواقف السلبية اللي صارت معكم وعطيتوا فرصة تانية لهدول الأشخاص ولا لا. استنوني بفيديو جديد، بحبكم كتير كتير، باي.